السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العصافير عندك متأكد ان هم كبار وبالغين؟ متأكد كمان ان هم ذكر وانتاية 100%، ان هم مش ذكرين في القفص ولا انتايتين في القفص؟ ولكن حاجة غريبة عندك ان العصافير اتأخرت في وضع البيض جامد، وان النتاية مريحة بقالها مدة متبيضش، النتاية مش عايزة تدخل العش ابدا. الحل، تعال هقولك على حل بسيط جدا هتعمله، وحاجة موجودة عندك في البيت وسهلة جدا، وبقدمها عندي العصافير وبتجيب معايا نتيجة ممتازة. قبل اي حاجة يا جماعة، وقبل ما ادي اي محفز عندي للعصفورتين اللي عندي، لازم ان انا اكون مجهز العش كويس. يعني لازم تكون مادة التعشيش موجودة بداخل البياضة، لان المادة دي لو ما كانتش موجودة داخل البياضة العصافير مش هتبيض. يعني انت لو مش حاطط نشارة جوه البياضة، النتاية والذكر مش هيبيضوا، لان مش شايفة ان العش بتاعها جاهز. تمام؟ ده بالنسبة للكوكتيل وبالنسبة للروز واي نوع من انواع العصافير. بالنسبة للكوكتيل بتحط لها نشارة وسط، لا خشنة ولا ناعمة، ممكن تحط كارينا. كذلك بالنسبة للروز، نشارة وسط لو خشنة ولا ناعمة، وممكن تحط برضو الكارينا، بيكون افضل للروز. طيب، عايز بقى انت النتاية تدخل العش وتبدأ ان هي تجهز في العش؟ طبعا بتدخل النتاية الاول ولا الذكر الاول؟ لا، في الكوكتيل الذكر بيدخل الاول عشان خاطر يأمن العش، ولكن بعد كده خلاص بعد ما أمن العش بتبدأ النتاية تدخل، بتحضر نفسها، بتبدأ ان هي يعني بتحفز نفسها في كيس المبيض عندها، بيبدأ ان هو يمتلئ بالبيض، بان هي بيبقى عندها احساس ان هي عايزة تبيض، بتدي نفسها الاحساس ده. ايوة، النتاية بتحفز نفسها، بتدخل جوه البياضة وتبقى قاعدة مدة طويلة بتحفز عنقود البيض عندها. حتى بتلاقي ان في ناس بتحط بيضة جوه البياضة، بيضة بلاستيك صناعي كده بيتباع في السوق، او ممكن تكون بيضة مثلا تكون عندك رايقة بيحطوها في البياضة عشان يحفز النتاية انها تبيض. طب خلاص، الحمد لله انت جهزت العش وزي الفل. نبدأ بقى ان احنا نجهز الذكر، ان هو يخص بالنتاية تخصيب صح، وفي نفس الوقت برضو انت تنشط عنقود البيض. تعمل ايه؟ هتجيب لهم الزنجبيل، موجود عندنا في كل بيت، الزنجبيل البودرة العادي. حد ممكن تجيب لتر مية وتحط فيه معلقة صغيرة من الزنجبيل، وترج الإزازة كويس وتوزعها على المسائق عندك، أو تجيب مسقة كده وتنظفهم كويس، وتحط في المسقة، تجيب نص، تحط نصها مية أو ربعها مية، وتحط شعرة من الزنجبيل على الإيه، على المية، وترجها كويس وتقدمها للعصافير مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع، ما فيهاش اي مشاكل، عادي ما فيهاش اي ضرر للعصافير. ولكن اهم حاجه ان الميه دي ما تباتش عند العصافير علشان خاطر ما تضرش العصفور، ما تضرش الذكر والنتايه. بتشيلها في نفس اليوم، لا تحط عليها توم ولا كلام من ده، هو زنجبيل بس. هتلاقي ان الذكر هيبدا ان هو يخص بالنتايه، وهيبقى حامي، هيبقى حامي جدا على النتايه، وهتلاقي تغريده زاد، هتلاقي الذكر بدا ان هو يغرد بزياده، وهيخص بالنتاية ويدي عندك انتاج كويس ان شاء الله. وهتلاقي النتاية دخلت العش والذكر دخل معاها، وتبدأ النتاية تبيض، ويبقى ان شاء الله موسم كويس بالنسبة لك. بشكركم جدا، بتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.